أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم هل سقي النبي صلى الله عليه وسلم من يرده على الحوض بيده الشريفة ثابت؟ أي نعم. يسقي أمته. قال: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني السابق على الحوض. الفرط هو اللي يسبق إلى الماء، ليسقي قومه. نعم.